صباح الخير زملائي في الاستوديو، صباح الخير والمحبة على جميع متابعين نسمات زاكروس. أنا حاليا متواجدة بجامعة زاخو اللي نظمت فيها اتحاد طلبة كردستان فرع زاخو معرضا للكتاب. مشاهدينا للمزيد ابقوا معنا. الثالث للكتب اتحاد طلبة كردستان بالتعاون مع جامعة زاخو كلية العلوم. فتحنا هذا المعرض للطلاب حتى يستفادون منه كعلميا هم وكأدبيا، يعني الكتب هم اللي موجودة بالمعرض تتضمن كافة المجالات العلمية والأدبية عامة. مشاركتنا تقريبا كل سنه احنا نشارك في معرض الكتاب الجامعه الزاخو، لان الطلاب الزاخو يطلبون كثير الكتب، لانه هذا المعارض فيها استفادتين، واحده يعني كل المكاتب موجودين في جناح خاص و يمكن القدره على التخفيضات على الكتب، هذا الفرصتين للطلاب الجامعه الزاخو كلش ممتازه. بصراحه الكتب المكاتب الكرديه البهدينانيه اكثر شيء اللهجه البهدينانيه باللغه الكرديه، بعدين نجي نقول اكو كتب عربي وانجليزي وتركي هم يطلبون في جامعه الزاخو بصراحه. والله الجامعة زاخو مشهورة بفتح المعارض، وهي أكثر من 5 سنين نجي لمعرض زاخو، وكل سنة معرضين يفتح بالمعرض هاي الجامعة جامعة زاخو. والله العناوين أكثرها أدبية روايات أو العناوين اللي الطلاب يحتاجونها، عناوين كتب عن الشخصيات عن هالأشياء مو كتير علمية نعرضها، لهي أكثريتها الطلاب يحتاجونها أو يطلبون هاي العناوين. مشاهدينا مثل ما شفتم فقرتنا عن المعرض للكتاب اللي تهدف إلى استمرار التواصل بين القارئ والكاتب، إضافة إلى معرفة آخر النتاجات العلمية لدور النشر. في الختام كنت أنا معكم نجلاء السندي لبرنامج نسمة زاكروس، إلى اللقاء.